بدور على النضاره بتاعتي، اصلها وقعت مني في وسط الزحمه ومش لاقيها، عندي صداع. لقيت سليمه ولا اتكسرت؟ سليمه. كتر خيرك يا دفعه. هو ايه اللي هيحصل بعد كده؟ انت قلت ايه بالظبط؟ سيادتك يعني بقول ايه اللي هيحصل بعد كده سعادتك؟ اي حاجة تحصل كويسة، حلوة وحشة مش مهم، المصيبة ان مفيش حاجة بتحصل. ايوه يعني احنا هنعمل ايه؟ يعني ايه الوضع ازاي يعني؟ انت اسمك ايه؟ هلال. انت خايف يا هلال؟ لا لا خايف ولا حاجة، يعني ايه اللي هيحصل اكتر من اللي حصل لني؟ اسمع يا هلال، افرض اللي احنا لقينا نفسنا فجأة في وسط بحر غويط، هنعمل ايه؟ هنضبش. اديك انت قلتها، هنضبش. احنا هنضبش، يا اما نوصل للبر ونقف على رجلينا يا اما نغرق، مفيش حل تالت. انت فهمت انا عايز اقول ايه؟ ايه يا سيد؟ انت هتفاول علينا ليه؟ الله، انت خايف ليه؟ ده البنادق الآلي والرشاشات الموت بتاعهم موت حلو وسريع. تحب اموت معاكم ولا ارمي نفسي من هنا واخلص؟ لا خليك معانا عشان نموت جماعه. ميرسي خالص، ميرسي جدا، متشكر. يا نهار اسود 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 يا مجال. ردي على التليفون. انا؟ ايوه انتي، ردي على التليفون. الو، مين معايا على الخط؟ انتوا متاكدين يا جماعه انكم طلبتوا النمره صح؟ ايوه يا معالي الوزير، بس انا سامع صوت حريمي وحنين. الو، أنا وزير الداخلية. إيه؟ وزير إيه؟ وزير الداخلية؟ طب ونعرف إزاي إنك أنت وزير الداخلية؟ مش يمكن حد تاني؟ لا أنت حد تاني. حد تاني إزاي؟ معقول ما تكونيش عارفة صوتي؟ أعرف صوتك منين؟ محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، في بينا وبين بعض أخد وعطا، عشان أول ما تقول لي ألوه أعرف صوتك. أعرف صوتك منين؟ اسمعي يا ست أنت، اللي بيكلمك وزير الداخلية، وبحكم منصبي بسألك انت مين بالظبط؟ طب احلف انك انت وزير الداخلية، احلف يا ستي. انا وزير الداخلية من غير حلفان، وزي ما حصدقك صدقيني. انت مين؟ انا مندوبة، بعتوني اكلم سيادتك. الوضع هنا مرعب يا سيادة الوزير، الدور كله متلغم بأنابيب البوتاجاز، هيفجروها بالسلاح اللي معاهم. بيحذروا حضرتك انت ورجالتك اي مغامرة طايشة هيولعوا في المجمع باللي فيه، وانا معاهم. طيب ما تعرفيش ايه مطالبهم؟ وهم كام نفر يا بنتي؟ اعرف ازاي بس يا ست الوزير؟ اذا كان المدفع الرشاش في صرصور ودني. خلاص يا بنتي خلاص، انت تفهميهم ان الوزير عايز يتفاهم معاهم، والتفاهم مفيش احسن منه. احنا يهمنا مصلحة الجميع، ارهابيين ورعاين كمان. سيادة الوزير عايز يكلمك شخصيا. كلمني انا؟ اه.
انا ما اكلمش في التليفون. حاضر. عايز يكلمني يبقى من خلال جهاز لاسلكي. ها؟ حاضر. اصل التليفون هيأيد حركتي، انما جهاز لاسلكي ممكن اكلم فيه وانا في وسط الناس، حركتي تبقى حره. ها؟ صح. حاضر. يبعتوا الجهاز مع طفل صغير يعني 5 سنين 4 سنين. حاضر. في اي حاجه تانيه؟ لا. حاضر. ايه؟ انا مش هقدر استحمل اكتر من كده، مش هقدر استحمل. اهدي يا مدام، اهدي واستحملي. ايه اللي حسيتني؟ عن اذنك يا استاذ انا ماشي. رايحه فين؟ انا واخده اذن بالانصراف بدري ساعتين. ايوه انا اللي اديتها الاذن. ايه عشان لا مؤاخذه برضع. بترضعي؟ انت شكل واحده بترضع. وبعدين كلام الحكومه مشيش علينا هنا، عادي. في اوروبا والدول المتقدمه بردعوا صناعي. مغشوش وغالي. مغشوش وغالي بقى تقعدي لغايه ما اجيب لك حقك. كله تمام يا زعيم، اللاسلكي جاي حالا، بيدوروا على العيل الصغير وهيبعتوا معاه على طول. وافقوا؟ وافقوا. ده كده عادي. على الاول. يا جماعه يا جماعه مش كده، مش وقته. احنا في ايه ولا في ايه؟ بعدين بعدين بعدين. اوعدكم لما ترجع الامور الى ما كانت عليه انا مستعد هتكلم معاكم واحد واحد. ايه؟ ايه في ايه؟ الاندفاع خلف الشيطان نهايته الدمار. الجدع ده مقضى عليه لا محاله، ونهايته معروفه، يا السجن يا المشنقه. وبنت اموره وحلوه زيك، تلات ارباع شباب البلد يتمنوا واحده زيها. تتورطي معاه ليه؟ وعشان ايه؟ انت ما اتخلقتيش للسجن والبهدله، انت اتخلقتي للحياه الحلوه الناعمه. برفانات، فوريرات، عربيات. انت مش ناقصك غير توب طويل وحجاب وتبقي من الفاضلات. عودي الى صوابك. واشمعنى بقى اخترتني انا بالذات عشان تديها النصيحه؟ ودي بصة واحد بيدي نصايح؟ انت اخت وانا خايف على مستقبلك. ودول ايه؟ مش اخواتك وليهم مستقبل يتخاف عليه؟ لا دول مش اهل نصيحه، وباين عليهم راكبين دماغهم. شايفني راكبة ايه؟ انا كمان زيهم، راكبة دماغي زيهم بالظبط. سلام. هي موتة ولا اتنين؟ انا مش عايزة اموت، مش عايزة اموت، مش عايزة اموت. ايه يا مدام هو بمزاجك؟ بقول لكم ايه؟ احنا نهجم عليهم. نعم يا اخويا نهجم. ليه؟ هو العمر بعثاء؟ قربوا هنا. احنا نقوم عليهم قومة رجلين واحد. هيحصل ايه؟ هيموت مننا كام؟ ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة؟ بس أنا مش راجل، أنا مش راجل، مش راجل. اهدي، اهدي اللي مش راجل. حضرتك جرب أنت الأول. اهجم أنت الأول وإحنا كلنا وراك. لا، أنا ما أعرفش أهاجم، أنا أعرف أخطط بس. في أوروبا والدول المتقدمة اللي بيخطط هو اللي بيهجم. بجد. أنا عارف الهمس ده وراه إيه بالظبط. لو القعدة هنا مش عاجبة حضرتك ممكن تنزل تقعد مع الناس المهمين اللي تحت، بس أنا مش هبعتك من السلم، أنا هبعتك من الشباك. لا أنا مبسوط بالقعدة مع حضراتكم هنا والإخوان. ليه؟ بقى تنزل سيادتك تقعد معاهم. أنا كده مستريح. سيادة الرئيس يا فندم. سيادة رئيس مجلس الوزراء. لا يا فندم، رئيسنا كلنا يا فندم. يا فندم سيادة الرئيس. لا يا فندم إحنا مسيطرين على الموقف تماما. شوية العيال دول نقدر نخلص عليهم في دقيقة واحدة، لكن حرصا على سلامة الموظفين اللي في المجمع احنا بنستعمل معاهم الطرق الودية يا فندم. لا يا فندم احنا ما عندناش معلومات كافية عنهم، لكن يا فندم دي عملية هبلة هبلة خالص. اطمن سعادتك يا فندم، اطمن سعادتك. فين الولد؟ عشان تكلمه والسجارة في بقك، ده ساعات البيه وزير الداخلية الشنبات والرجالة والبهوات بتترعش قدامه. بسم الله ما شاء الله،
ما شاء الله ربنا يخلي. كلنا فدا الوطن يا سعاده البيه الباشا الوزير، كلنا فدا الوطن منهم لله. اللي هشوفهم متقطعين حتت حتت، كلنا فدا البلد يا بيه. ابنك ان شاء الله هيرجع لك سليم يا ست هنا. قولي قولي يا مو محروس، ما اسم الله على مقامك ابني اسمه محروس. انت ام البطل يا ست محروس. اه يا ست ام محروس. ايوه يا بيه. امسك محروس يا حبيبي، الجهاز اهو تطلع على السلم صويع منك، فاهم؟ احسن يبوظ. ابني تقع حاجه من ايده دي تبقى حكايه وروايه. بس لازم نتفق يا سعاده البيه الاول. نتفق على ايه يا ست محروس؟ كلك نظر يا سعاده البيه الوزير، ده ابني اسم الله عليه داخل مغامر ويا عالم هيرجع على رجليه ولا على نقاله. طلباتك ايه يا ست ام محروس؟ ياخد اعفاء من مصاريف المدرسه طول ما هو بيتعلم. دي مقدور عليها. وان شاء الله ان شاء الله لما ياخد الثانويه العامه تاخده عندكم في كليه الشرطه. ده لسه بدري عليها قوي يا ست ام محروس. الله، يا ترى مين هيعيش؟ انا اوعدك بس ادعي لي ان انا اكون لسه في الوزاره. مش ناقص غير حاجه واحده بس يا سعاده الباشا. ايه هي يا مدام؟ ما تخلصينا. مكافاه حلوه كده الواد يفرح بيها ويحلي بقه. خلاص خلاص، ممكن نصرف له 100 جنيه. ايه 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 100 جنيه؟ معلش بقى يا سعاده الليوه، هتعيل من عيالك يطلع سلم المجمع. ده انا ابني اسم الله على مقامكم كلكم بيكسب في اليوم الواحد 150 جنيه، وهو زي الباشا. ايه 150 جنيه في اليوم؟ وهو انا معقول هكذب على ساعتك يا بيه؟ هاتولي الولد. جامي اتفضل مع الباشا. انت بتشتغل ايه يا حبيبي؟ بشحت في اشارات المرور. ايه؟ بشحت في اشارات المرور. بتشحت في اشارات المرور؟ نديها ال 150 جنيه. قوم معايا. على فين؟ انا لما قلت قوم معايا تقوم معايا على طول، ما بحبش اكرر حاجه. قوم. في طفل صغير حقيقي ومعاه جهاز لاسلكي، هتاخده منه.